هو انا يا شباب بتعمل معاه حركه مش تمام كده، ان انا صورت بالكاميرا الخلفيه وطلع اصلا الكادر انا وشي اعلى من الكادر، فبالتالي هصور تاني. يلا بينا. بقول لك ايه، هو ليه الحكومه ما بتطبعش فلوس كتير؟ والله السؤال ده اتكرر كتير جدا في الفتره الاخيره، والناس فعلا بقت بتسال بجد، هو ليه الحكومه ما بتطبعش فلوس كتير وكله بقى يبقى غني بقى؟ كله يشتري لامبورجيني وبوجاتي وفيلا في مدينتي او في الساحل. طب خلينا الاول نوضح القانون الرسمي لاي اقتصاد في العالم، وهو قانون العرض والطلب. يعني مثلا ايه اللي يخلي الذهب غالي وعصير القصب رخيص؟ والله ده يكمن في حاجه اسمها الندره، يعني ببساطه كميه الذهب اللي في السوق قليله ونادره، فبالتالي الطلب عليها هيزيد، فبالتالي سعرها هيزيد. انما القصب مرطرط في كل حته، فبالتالي سعره مش هيزيد، هيفضل زي ما هو. وده بالظبط اللي هيحصل لو طبعت فلوس كتير وكترتها في السوق، فبالتالي قيمتها هتقل. يعني ببساطه لازم يكون في شويه ندره كده. طب المفروض الحكومه تعمل ايه؟ بص يا سيدي، المفروض ان الحكومه عشان تطبع فلوس كتير لازم تزود الانتاج عشان السلع تزيد، وما السلع تزيد وتبقى متاحه في السوق السعر مش هيزيد، بالتالي كافه الميزانيات تتعدل. هقول لك مثال بسيط. عارف انت كده لما يكون في مكان ما فيهوش مواصلات خالص ونفس المحطه عماله تزيد 1 10 100، ما فيش مواصلات برضه، فيجي سواق صايع يجي لك بقى ويقف عند المحطه عشان يركب الناس، هتلاقي امه لا اله الا الله طبعا داخل عليه، فيجي سواق معلم يوم مستغل الموقف، مش الاجره ب2 جنيه الاجره ب10 جنيه، حد هيتكلم؟ محدش يفتح بقه. ده ليه؟ لان العرض اللي هي المواصلات قليله والطلب اللي هم الناس كتير، فكله عايز يروح، محدش هيتكلم، وبالتالي السعر يزيد. ودي بيسموها علماء الاقتصاد مصطلح التضخم. يعني ببساطه طبعت فلوس كتير بدون زياده حقيقيه في الانتاج سيؤدي الى التضخم. Printing more money without a real increase in production leads to inflation. كل عملة نقدية في ايدينا بيبقى لها مقابل من الذهب او الفضة في البنك المركزي تبع الدولة. فمفيش دولة تقدر تطبع ورق نادي بدون ما يكون للورقة دي مقابل من الذهب في الخزينة، والا ده يبقى اسمه تزوير. وده ما تطلب من الحكومة انها تطبع لك فلوس كتير، لازم الاول تقول لها انها تزود لك الانتاج عن طريق تنشئ مصانع اكتر، توفر فرص عمل اكتر للشباب، ونعيد استغلال الموارد المهدره بتاعتنا بالطريقه الصحيحه، فبالتالي الانتاج يزيد وساعتها نقدر نطبع فلوس اكتر. بس شباب كده الحلقه خلصت، ما تنساش لو انت على يوتيوب تعمل لايك شير سبسكرايب، لو انت على فيسبوك لايكك وشيرك يا باشا، وبيس سلام.